مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. موعدنا اليوم مع درس لوحة الزمن، درس القراءة للشاعر أبي الطيب المتنبي. أعزائي الطلاب، نستمع الآن إلى هذا الفيديو التعريفي بالشاعر أبي الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكناً باللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، صاحب كبرياء وشجاعة وطموح وحب للمغامرة. في شعره اعتزاز بالعروبة وافتخار بنفسه، أفضل أشعاره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك. المتنبي شاعر مبدع غزير الإنتاج، ويعد بحق مفخرة للأدب العربي، فهو صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. ترك تراثا عظيما من الشعر يضم 326 قصيدة تمثل عنوانا لسيرة حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير. هو أحمد بن الحسين الكوفي الكندي، ولد في كندا بالكوفة سنة 303 للهجرة، وتقع حاليا في مدينة النجف بالعراق. بالنسبة للقبه، فهناك عدة روايات توضح سبب تلقيبه بالمتنبي، منها أنه ادعى النبوة في شبابه وتم سجنه حتى عاد إلى رشده وتاب. ويقال أيضا أنه سمي بالمتنبي نسبة إلى النبوة، وهي المكان المرتفع، كناية عن رفعته في الشعر لا عن ادعائه النبوة. يقال إنه لم يعرف أمه لموتها وهو طفل، فربته جدته لأمه. اشتهر بحدة الذكاء، وظهرت موهبته الشعرية باكرا، فقال الشعر صبيا وهو في العاشرة من عمره، وبعض ما كتبه في هذا السن موجود في ديوانه. استمعنا أعزائي الطلاب إلى فيديو تعريفي بالشاعر أبي الطيب المتنبي، وهذا الشاعر العظيم هو أعظم شعراء العصر العباسي، وهو من أعظم الشعراء الذين أنجبتهم العرب. الآن أعزائي الطلاب، نتعرف أهداف درس اليوم. الهدف الأول أن يقرأ الطالب الأبيات قراءة جهرية معبرة عن المعنى. الهدف الثاني أن يتعرف الطالب معاني المفردات من خلال السياق. الهدف الثالث أن يستنبط الطالب الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية في الأبيات. هيا بنا أعزائي الطلاب نبدأ في درس اليوم. الدرس بعنوان لوحة الزمن للشاعر أبي الطيب المتنبي، صفحة 133 بكتاب الطالب. عزيزي الطالب، افتح كتابك معي لنبدأ معا في درس اليوم. أولا عزيزي الطالب، سوف نقرأ هذه الأبيات من 1 إلى 5 قراءة جهرية، لتتعرف كيف تقرأ هذه الأبيات قراءة صحيحة دون أخطاء. يقول الشاعر: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسانا، وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. عزيزي الطالب، يمكنك أن تعيد استماع هذه الأبيات مرة أخرى وتتدرب على قراءتها حتى تحسن قراءة هذه الأبيات.
الآن عزيزي الطالب، هيا بنا نتعرف على معاني بعض الكلمات الصعبة في هذه الأبيات. ستظهر الآن العلامات تحت بعض الكلمات. أطلب منك عزيزي الطالب أن تكتب معاني هذه الكلمات في كتابك فوق هذه الكلمات. ولكن قبل أن أجيبك على هذه المعاني، أريدك أن تفكر وتحاول استنباط هذه المعاني من خلال سياق الكلمات. هذه الكلمات التي ظهرت تحتها الخطوط، حاول عزيزي الطالب أن توقف الفيديو وتجيب أو تتعرف معاني بعض هذه الكلمات، ثم قارنها بالإجابات التي ستظهر بعد قليل. الآن نبدأ في الإجابة عن هذه الكلمات. أما الكلمة الأولى، صحبة. صحب الناس قبلنا ذا الزمان. ما معنى كلمة صحبة؟ أي رافق، أي عاش الناس أو رافق الناس قبلنا ذا الزمان. وعناهم من شأنه ما عنانا. عناهم أي أتعبهم، أتعبهم هذا الزمان كما أتعبنا. وتولوا بغصة كلهم منه. معلوم أن الغصة هي ما يقف في الحلق من الطعام أو الشراب. الكلمة التالية، ربما تحسن الصنيع لياليه. الصنيع هو المعروف. ربما تحسن الصنيع لياليه أي المعروف، ولكن تكدر الإحسان. تكدر بمعنى تعكر. الماء المكدر هو الماء العكر. الماء المكدر هو الماء العكر. وكأن لم يرض فينا بريب الدهر. ريب أي مصائب. حتى أعانه من أعانا. أعانه أي ساعده. كلما أنبت الزمان قناة، أنبت الزمان قناة. يقصد بكلمة قناة هنا القطعة الخشبية التي تكون في الخلف، يصنع منها قاعدة الرمح. ركب المرء في القناة سنانا. يركب المرء، يصنع من هذه القطعة الخشبية، يصنع منها الرمح، السنان، وهو الرمح. الآن أعزائي الطلاب، هيا بنا بعد أن تعرفنا معاني الكلمات نتعرف شرح هذه الأبيات. البيت الأول يقول فيه: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا. يقول: عاش الناس قبلنا في هذا الزمان، ولقد أتعبهم وأرهقهم في حياتهم، وعاشوا الكثير من المشكلات التي نعاني منها اليوم. وتولوا بغصة كلهم منه، ولقد رحلوا جميعا من الحياة وهم غير راضين عن هذا الزمان، وإن كان الزمان سببا في إسعاد بعضهم أحيانا. البيت الثالث: ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. المعنى: وربما ليالي هذا الزمان تحسن إلينا بالمعروف، ولكن سرعان ما يتكدر ويتعكر هذا الإحسان. البيت الرابع: وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. أي ومن الغريب في أمورنا أننا لا نرضى بمصائب الدهر، ومع ذلك يوجد فينا من يعين الدهر على هذه المصائب. البيت الخامس: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. يقول فيه المعنى: كلما تنبت الطب والأشجار قطعة من الخشب لينتفع بها الناس، يحولها الإنسان لأداة للحرب، ويركب بها رمحا ليقتل به أخاه. الآن هيا بنا أعزائي الطلاب نستخرج الفكرة العامة من هذه الأبيات. هذه الأبيات، الأبيات من البيت الأول حتى البيت الخامس، ما الفكرة العامة في هذه الأبيات أعزائي الطلاب؟ الفكرة العامة في هذه الأبيات هي: نعيب زماننا والعيب فينا. أي أن الناس دائما تعيب على هذا الزمان وتلقي بكل مشاكلها على هذا الزمان، ولكن الحقيقة أن العيب فينا وليس العيب في الزمان. الآن دعونا أعزائي الطلاب نبدأ في إجابة بعض الأسئلة بكتاب الطالب. السؤال الأول يقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. مرادف كلمة غصة في قول الشاعر: وتولوا بغصة كلهم منه،
وإن سر بعضهم أحيانا. الإجابة: ما يقف في الحلق من طعام أو شراب، أم ما يراه النائم من أحلام مزعجة، ما يعجز الإنسان عن صنعه، ما يفتقده الإنسان من مشاعر. الإجابة الصحيحة: أسمع من يقول ما يقف في الحلق من طعام أو شراب. أحسنتم، بارك الله فيكم. جمع كلمة سنان الواردة في قول الشاعر: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. جمع كلمة سنان، هذه الكلمة، كلمة سنان جمعها هذا هو الرمح، سنان هو الرمح. جمع كلمة سنان: أسنان، أسنة، سنون، سنن. الإجابة الصحيحة هي أسنة. في أسئلة الفهم والتحليل، سؤال الأول يقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي. الفكرة الرئيسة التي تعبر عنها الأبيات الثلاثة الأولى من النص هي: الحياة مليئة بالتفاؤل والسعادة، مواجهة مشكلات الحياة بثقة واقتدار، الصبر والتجلد في مواجهة المصاعب والأزمات، الزمان بأحواله المتقلبة لا يصفو لأحد. الإجابة الصحيحة: فكروا أعزائي الطلاب في البيت الأول والثاني والثالث. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، هي الزمان بأحواله المتقلبة لا يصفو لأحد. سؤال باء: ما الذي يدل عليه قول الشاعر في البيت الأول: وعناهم من شأنه ما عنانا؟ ما الذي يدل عليه قول الشاعر في البيت الأول: وعناهم من شأنه ما عنانا؟ الاهتمام بالزمن الماضي، أم اعتناء الإنسان بالوقت، عناء الإنسان من بطء الزمن، شدة العناء من متاعب الحياة؟ معنى كلمة العناء، هذه العناء أي التعب، أي شدة التعب من متاعب الحياة. الإجابة الصحيحة: نعم، أسمع من يقول شدة العناء من متاعب الحياة. أحسنتم أعزائي الطلاب وبارك الله فيكم. سؤال الخامس يقول: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ما المعنى الضمني في قول الشاعر، وما أثره في المطلق؟ المعنى الضمني أعزائي الطلاب، الإنسان هو الذي يجلب الشر والمتاعب لنفسه. الإنسان هو الذي يجلب الشر والمتاعب لنفسه، لأننا قلنا أن معنى هذا البيت: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، أي كلما صنع الإنسان، كلما أنبتت الطبيعة قطعة من الخشب لينتفع بها الإنسان في أموره الطبيعية، يصنع منها أثاثا أو يوقدها ليصنع عليها طعاما، يجعل الإنسان فيها رمحا ليقتل به أخاه. فالمعنى الضمني الذي نفهمه من هذه الجملة أن الإنسان هو الذي يجلب الشر والمتاعب لنفسه. أثره في المتلقي، طبعا هذا البيت به خيال، به استعارة، هذه الاستعارة تحث المتلقي على الالتزام بالخير مع الناس. أعزائي الطلاب، في نهاية هذا الدرس نقول: ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعلمنا في هذا الدرس قراءة الأبيات قراءة جهرية صحيحة، وتعلمنا بعض المفردات الجديدة، واستنبطنا المعاني من الأبيات، وكذلك استنباط الأفكار العامة والأفكار الفرعية من هذه الأبيات. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.